هنكمل بإذن الله، هنستنى بس دقيقة عشان لو في حد كمان لسه هيخش. تمام، زي ما كنا بنتكلم من شويه، احنا بنتكلم على الالتراسونيك سكيلر والفايبريشن اللي موجود قدامنا اللي بيحصل من التب بتاع الالتراسونيك. اوكي، مجرد ما انا عملت كونتاكت او تاتش للكالكولس اللي موجود على السنه بيبدا يكسر معايا. هنبص على دلوقتي على فيديو بسيط جدا. تمام، زي ما انتم شايفين التب بتاع الانسترومنت بتاعتي بتبدا تاتشنج للكالكولس. نتفرج عليه تاني. زي ما احنا شايفين هو دوبك بس بيعمل تاتش مع الكالكلاس الموجود من غير اي ايفورت. ممكن ان انا ازود كميه الووتر اللي نازله. تمام، ممكن كمان ان انا ازود الفريكوانسي، اقدر ان انا اشيل بيه الكالكلاس زي ما انتم شايفين، واقدر اشيل بيه الستين اللي باقيه ديت سهوله جدا، والسكشن زي ما انتم شايفين السكشن موجود معايا. تمام، طيب ده هنا ماجنيفيكيشن للتب بتاع الالتراسونيك، الميه اللي نازله معايا. تمام، تديني مجموعه من الادفانتج ان هي بتقلل لي درجه الحراره، اقدر اشيل بيها الدبرس والبكتيريا، واقدر ان انا اعمل بيها كليننج. تمام، وبيقتل لي البكتيريا زي ما احنا اتكلمنا على ميزاتها من شويه، بس ليها مجموعه من العيوب. تمام، كميه الدروبلتس اللي هتبقى طالعه لو بيشنت ده عنده اي مرض معدي
انا بتعرض للانفكشن بشكل كبير. عشان كده كان لازم السكشن يبقى موجود معايا، وهاي سكشن نخليش اي ميه تطلع بره الاورال كافيتي بقدر المستطاع عشان احافظ عليا، بالاضافه الى مجموعه من البروتكشن ميجرز ان انا بستخدمها عشان احافظ على نفسي. تمام. طيب لو انا بقى جيت اقارن ما بين الهاند انسترومنت، هاند انسترومنت بتديني مجموعه من الدكتايل سنسيشن، انا ببقى حاسس قوي جوه البوكت عامل ايه، شكل الروت وانا لمسه بالانسترومنت، شكل الكالكولس اللي موجود بتاعي بشكل كبير، بقدر ان انا اعمل كنترول على الانسترومنت بايدي. تمام. بالاضافه انها هي مجموعه من السايت سبيسيفيك. تمام. سايت سبيسيفيك من ضمن الحاجات اللي هي اقدر ان انا استخدم كل انسترومنت في مكان معين، فطول ما بيبقى عندي حاجه مخصوصه لكل مكان دي مجموعه من الميزات. بس ليها مجموعه من العيوب، ان انا في مجموعه او في انواع من الكالكولس او تلاقي مجموعه من بيشنت جايه لك كالكولس فيها او الهارد ديبوزيتس اللي موجوده هارد جدا مش قادر بايدي ان انا اشيلها. تمام. بعمل ايفورت او بعمل فورس جامده تعمل لي بين للعيان وبتعمل بين ليا وممكن تكسر لي حتى الانسترومنت بتاعتي. تمام. فالبين والايفورت اللي انا بعمله ده انا بقدر اعوضه بمجموعه من الادفانتج اللي موجوده في الالتراسونيك، اقدر ان انا اوفر وقت بشكل كبير، اقلل بين للعيان بشكل كبير، احافظ على السوفت تيشو، اشيل الهارد ديبوزيت اللي موجود بشكل اسهل وبشكل اسرع، واقدر اشيل الستين من العيان بشكل كبير. تمام. فالعين حتى بيبقى طالع راضي بشكل افضل عن المنظر اللي داخل بيه باستخدام الالتراسونيك عن المانوال سكيل. طيب زي ما قلنا ببساطه جدا دي مجموعه من الميزات او مجموعه من الانديكيشنز والكونترا انديكيشنز اللي انا ممكن استخدمها مع الالتراسونيك سكيلر. اقدر ان انا اعمل بيها ريموفنج للكالكولس والبلاك والستين والانتونتكس، اقدر ان انا انظف بيها الفوركيشن اريا، اقدر اشيل بيها السيمنت او الدي بوندنج بعد الارسو. بعض البيشنت بيبقوا مركبين ارسو البراكتس اللي هي بتبقى متلزقه على السنان عشان اعمل اورثودونتك تريتمنت، تبقى ملزوقه بكومبوزيت. تمام. بمجرد ما انا شلت البراكتس بتبقي بواقي من الكومبوزيت الموجوده، ده اقدر اشيلها باستخدام الالتراسونيك. الاوفال هانجنج ريستوريشن اقدر ان انا اظبطه شويه باستخدام الالتراسونيك. تمام. بس عندي مجموعه من الكونترا انديكيشن، منها الانفكشن. تمام. سبريد، لو العيان جاي لي بانفكشن ممكن تنتقل من خلال الدروبلتس، ممكن تنتقل من خلال الدروبلتس زي الكورونا. تمام. اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، ربنا يا رب يرفع البلاء والوباء ويحفظنا جميعا ان شاء الله تعالى. تمام. الكورونا من ضمن الحاجات اللي بتتنقل اساسي باستخدام الدروبلتس. تمام. مع الالتراسونيك كميه الدروبلتس اللي طالعه كتير. تمام. فبيبقى ريسك عالي جدا جدا جدا، والريسك وصل بالنسبه للاسنان ان 100% لو انا مش عامل البروبورشنز بتاعتي مظبوطه. تمام. ممكن اتعرض لريسك بشكل عالي او من ضمن الريسك فاكتورز اللي بتبقى موجوده بالنسبه لي، ومن ضمنها برضو الاتش اي في. تمام. ومن ضمنها التي بي، ومن ضمنها الهيباتايتس. تمام. تخيلوا ان دي كميه امراض خطيره ومخيفه ممكن تتنقل من خلال الدروبلت. تمام. فعشان كده لازم انا ابقى واخد ميديكال هيستوري. تمام. في الاول. تمام. العيان ده ميديكال فري ولا لا، ممكن اعمل له لاب اناليسز للهيباتايتس والاتش اي في والتي بي والكورونا قبل ما ابدا اشتغله عشان ابقى سيف بالنسبه لي اكتر. تمام. من ضمن الحاجات الكونتر انديكيشن الكاردياك بيس ميكر اللي هو منظم ضربات القلب. تمام. الناس اللي عندها مشكله في ضربات القلب بتبقى محطوط جهاز مع القلب نفسه وشال القلب بيبدا ينظم لي ضربات القلب بتاعته. تمام. البيس ميكر ده بيتاثر بالالتراسونيك ويفز. تمام. والالتراسونيك ويفز اللي موجوده بتبدا تاثر لي على الاكشن. ما فيش روبورت كتير بتتكلم على الموضوع او بتاكد حدوث الموضوع، ويقول لك دلوقتي ان انواع البيس ميكرز اللي موجوده بقت بلاستيك وبقت باي لوبس اللي موجود قدامنا، يعني ليها قطبين اثنين ما بتتاثرش بشكل كبير بالويفز اللي موجوده بتاع الالتراسونيك، بس سكيل ريسك، انا لسه معايا ريسك مع العيان اللي موجود بالنسبه لي. تمام. بيقول لك لو انا الطبيعي لو حسب التكست بوك متكلم المفروض يبقى المسافه ما بين البيس ميكر والالتراسونيك بتاعتي على الاقل 20 سم. تمام. وده صعب جدا ان انا احققه. اوكي. ده من ضمن الحاجات اللي موجوده. يبقى من ضمن او من ضمن اشهر الكونترا انديكيشن هم الانفكشن او الريسبيراتوري بروبلمز اللي موجوده مع الانفكشن زي التي بي. تمام. والكاردياك بيس ميكر، الناس اللي هم ما بيقدرش ان هو يتنفس بشكل طبيعي، تخيل كميه الووتر اللي طالع من الالتراسونيك تبقى كميه كبيره جدا. تمام. فممكن يبقى عندي العيان ده جاج ريفلكس، وممكن يبقى عندي العيان اللي موجود بالنسبه لي ده
اختناق، مش قادر ان هو يتنفس بشكل كبير، والموضوع ده بيتعالج بشكل كبير باستخدام السكشن. والافضل طبعا يكون هاي سكشن، ده بتبقى فعال بشكل كبير، وساعات بنضطر ان انا استخدم الهاي سكشن واللو سكشن مع بعض. طيب عندي مجموعه من اللوكال كونترا انديكيشن او الاورال كونترا انديكيشن، يعني جوه بوق العيان مش محبذ ان انا استخدم فيها الالتراسونيك. يعني انا عملت اناليسز للعيان ولقيت ان هو ميديكال فري، ما عندوش اي مشكله، ما عندوش جاج ريفلكس، والموضوع بالنسبه لي سهل، بس عندي مجموعه من نقط معينه ما اقربش منها الالتراسونيك. كانوا بيقولوا النارو بوكت، بس الكلام ده ما عادش موجود لان دلوقتي بقى فيها تب رفيع جدا واقدر اوصلها بسهوله. تمام، الديمينرالايزد اريا والاكسبوزد دنتين سيرفيس، اوكي، دول ووتر اللي نازل مع الالتراسونيك تب بيعملوا نوع من انواع السنسيتيفيتي. الناس اللي عندهم حساسيه في سنانهم، الديمينرالايزد والاكسبوزد دنتين ده اماكن ما عليهاش مينرالز بشكل كبير، فالحراره بتوصل للعصب بتاع السنه بشكل اسرع واكبر. تمام، فالناس دي بتبقى حساسه ان انا اقرب منها الالتراسونيك. ريستوراتيف ماتيريال، تمام، المواد اللي انا بستخدمها كريستوريشن اللي هي حاجه زي الكومبوزيت، تمام، البورسلين اللي انا بستخدمه في التركيبات، لو انا قربت منها الالتراسونيك، الالتراسونيك هيكسرها زي ما بيكسر الكالكولاس بتاعي. تمام، تاني حاجه من ضمن الحاجات الاساسيه اللي انا بتكلم عليها التيتانيوم دنتال امبلانت، عشان استخدم او زي ما قلت باول المحاضره اي انسترومنت مع امبلانت، لا اما تبقى تيتانيوم الانسترومنت دي تيتانيوم، تمام، او بلاستيك. دلوقتي برضو بقى فيه تيبس تيتانيوم، ودلوقتي بقى فيه تيبس بلاستيك مع الالتراسونيك ببدا استخدمها. تمام، زمان ده كانش موجود ده، فعشان كده كان بيقول لك من ضمن الكونترا انديكيشن. تمام، برضو من ضمن الكونترا انديكيشن الاطفال الصغيره اللي العصب بتاعهم بيبقى كبير، طبيعي برايمري تيس بتبقى موجوده، البلب تشامبر بيبقى السايز بتاعها كبير، فالسنسيتيفيتي للموضوع ممكن يبقى زياده، فممكن ان انا استخدم معاهم استخدام المانوال سكيلينج، خصوصا ان كميه الكالكولس اللي بتبقى موجوده بتبقى بسيطه جدا، وكمان بتبقى ما هياش هارد بشكل صعب ان انا استخدم معاه الالتراسونيك سكيلر. بالاضافه ان ممكن الطفل يخاف من استخدام الانسترومنت، انما لو سكيلر واحد في ايدي فالموضوع بالنسبه له بيبقى سهل واقدر اعمل كنترول عليه. احنا دلوقتي اتكلمنا على نوعين اثنين من الانسترومنت الاساسيين. اول انسترومنت اللي انا بستخدمها للاكزامينشن واشارها البرودونتال بروب والنيبر بروب، بعد كده استخدمت الانسترومنت، اتكلمت عن الانسترومنت اللي انا بستخدمها للسكيلنج، اتكلمت على السكيلرز، اتكلمت على اليونيفرسال فيوريت، اتكلمت على الجريس فيوريت، وبعدين اتكلمنا على الالتراسونيك سكيلرز وفائدته او ميزاته وعيوبه وامتى استخدمه وامتى ما استخدمهش. كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها ديت انا بستخدمها في حاجه اسمها فيز 1 ثيرابي، اللي هي المرحله الاولى من علاج المريض. تمام، طب كتير جدا من عينين البريو ما باخدش نتيجه من فيز 1 ثيرابي، فبحتاج ان انا اخد او اخش على المرحله الثانيه او فيز 2 ثيرابي اللي هي سيرجري، ان انا اعمل سيرجري للعيان. فانا عندي مجموعه من البرودونتال سيرجيكال انسترومنت بحتاج ان انا اعرفها دي ان انا بستخدمها في البرودونتال سيرجري. الكت اللي موجود قدامنا ده كت بستخدمه في البرودونتال سيرجري، وقريب جدا يعني وشبيه جدا بالكت اللي انا بستخدمه مع السيرجري العاديه جدا. اي كت سيرجري في الدنيا لازم يبقى فيه ادوات فحص، ان انا بستخدم الميرور، بستخدم برودونتال بروب، بستخدم نيبرز بروب، بستخدم تويزر. تمام، يبقى اول جزء من الكت اللي انا بستخدمه المفروض حضرتك تكوني محضره لي كويس وعارفاه، ان انا بستخدم ادوات اكزامينيشن. تمام، ادوات الاكزامينيشن اللي موجوده بالنسبه لي. تمام، اي جراحه بعد كده المفروض ان انا بدي انستيزيا، المفروض ندي الانستيزيا تكون محطوطه معايا في الكت. تمام، بمجرد ما انا اديت الانستيزيا المفروض ان انا بعمل فلاب، ان انا بستخدم المشرط بتاعي عشان استخدم ده الهاند بتاع المشرط، دي الهاند بتاع المشرط، وده المشرط اللي انا بستخدمه او السكالب اللي انا بستخدمه. السكالب اللي انا بستخدمه ودي نقطه مهمه، هو عباره عن 12 سكالب، الرقم 12 نمبر 12. تمام، في انواع كتير جدا من السكالبلز موجوده، في نمبر 11، في نمبر 12، في نمبر 15، في 15 سي، وفي نمبر 10. تمام، الاساسي او تكست بوك بتقول لك الاساسي اللي انا بستخدمه هو نمبر 12، بس معظمنا في العيادات ما بيبقاش موفر نمبر 12 فبيستخدم نمبر 15 عادي خالص، بس اللي هو الاساسي انه بيديني نوع من الاكسسبيليتي. تمام، ان شغل جراحه البريو غير شغل الجراحه الاورا سيرجري العاديه، احنا بنهتم بالتفاصيل. تمام، زي ما بيقول لك كده بالشوكه والسكينه، مفيش ملي ما بحافظش عليه. في الجراحه انا بشيل تيومر وبشيل امباكشن وبشيل،
فانا كل همي ان انا اشيل حاجه الخطيره، فما بحافظش على بابيلا، ما بحافظش على مارجن كذا كذا، بالنسبه لي مش الحاجه المهمه بالمقارنه بالتيومر اللي موجود. انما انا كبيريو وظيفتي الاساسيه ان انا احافظ على المارجن، ان انا احافظ على البابيلا، عشان كده لازم انا احافظ على الحاجه اللي موجوده. بمجرد ما انا اديت انستيزيا وعملت انسيجن باستخدام سكالبل بتاعي، ببدا ارفع الفلاب، يعني ببدا اشيل تمام الجينجيفال مارجن والبابيلا من على السنان ومن على البون باستخدام البروستيال اليفيتور. الثلاثه اللي موجودين دول عباره عن بروستيال اليفيتور. تمام، انا المفروض اكون عملت فيز 1 ثيرابي وعملت سكيلينج والكلام ده كلياته، بس وانا بعمل سكيلينج للعيان ما ببقاش شايف دايركت سب جينجيفال، فممكن يتبقى نقط معينه او حتت صغيره من الكالكولس بتاعي. تمام، فعشان كده لازم يبقى عندي سكيلينج كيت، هتلاقي كيت فيها سكيلر وكيت فيها كيوريت موجود. يبقى انا كيت اكزامينيشن، كيت عشان اليفيشن للفلاب، تمام، كيت عشان السكيلينج، بعد كده النيدل هوردر بعد ما خلصت ونظفت الدنيا وحطيت الماتيريالز اللي انا بستخدمها. من ضمن الماتيريالز اللي انا بستخدمها هي عباره عن بون جرافت. بون جرافت ده بديل عظمي، عباره عن الناس بتاع البريو زي ما اتكلمنا بيحصل فوق قدام في العظم، انا وظيفتي ان انا ارجع العظم اللي اتفقد، فببدا احط بدائل للعظم اللي موجوده تبقى بون جرافت. البون جرافت تبقى بودره زي الملح بتاع الاكل، تمام، ببدا احطها في حاجه اسمها دابندش او الطبق الصغير او الكونتينر الازاز البسيط اللي موجود قدامي ده، ده بيخش الاوتوكلاف وبيتعقم وبيتظبط بالظبط. ببدا احط فيه البارتكلز بتاع البون جرافت، ببدا احط عليها سلاين، وابدا اخد البارتكلز دي احطها في بق العيان مكان الديفكت بتاعي. تمام، بعد كده خلصت كل الشغل بتاعي، المفروض ان انا اعمل ساتشرنج، ان انا ارجع كل حاجه مكانها. تمام، بستخدم نيدل هولدر، تمام، والستشر اللي انا ببدا استخدمها، وكل ما كان السايز بتاع النيدل قليل، كل ما كان السايز بتاع الخيط قليل، كل ما كان افضل بالنسبه لكابيريو. تمام، وده برضو نيدل هولدر، ودي مجموعه من السيزرز المختلفه او المقاسات اللي انا بستخدمها. بقص بيها الخيط، بحتاج ان انا ساعات بحتاج ان انا اقص بيها سوفت تيشو، فعشان كده عندي مجموعه من المقاسات الصغيره بتبقى غاليه جدا بالمناسبه. تمام، بقص بيها سوفت تيشو وجرانيليشن تيشو موجود في الجراحه، بحتاج ان انا السيزرز اللي موجوده، بالاضافه السيرنج بتاع الاريجيشن اللي هي اساسيه بستخدمها في اي سيرجري سواء كانت بيرودونتال سيرجري او جنرال سيرجري. تمام، ثاني الكيت اللي موجوده قدامي عباره عن اكزامينيشن كيت، عباره عن كيت بستخدمها للاليفيشن، عباره عن هاند المشرط والبروستيال اليفيتور. تمام، المشرط بتاعي عباره عن 12. تمام، كيت سكيلينج ببدا استخدمها، النيدل هولدر، ومجموعه من السيزرز المختلفه ان انا ببدا استخدمها معايا. تمام، دي نقطه. طيب نيجي للسؤال رقم 3، وزي ما اتفقنا على الشات كلنا هنبدا نجاوب على السؤال. تمام، which scalpel number is mainly used for periodontal surgery؟ نمبر 12، نمبر 10، نمبر 11. ناس تجاوب على الشات. بالاضافه زي ما انتم كتبتوا مظبوط، هو نمبر 12 ان انا ببدا استخدمه. عيب بقى ان مجموعه من الانسترومنت اللي هي سبيسيفيك بالنسبه لي ان انا بستخدمها بشكل اساسي في البريو، يعني هتلاقي بتاع الجراحه ما بيستخدمش الانسترومنت العاديه دي. تمام، من ضمن الانسترومنت اللي موجوده حاجه اسمها بوكيت ماركر. البوكيت ماركر زي التويزر بالظبط، تمام، بس جه عند تب من التويزر عامل لها تب انتيريور، تب داخليه، يعني المفروض تب التويزر كده عمل كمان تب بوينتد بالشكل اللي موجود قدامي ده. تمام، الجزء ده من التويزر او من البوكت ماركر بيبدا يخش زي البرودنتال بروب جوه البوكت. تمام، بمجرد ما بيوصل لنهايه البوكت بتاعي ببدا اقفل التويزر بتاعي، فيبدا يديني النقط الصغيره اللي انا بيعلمني نقط من البلاط، بتطلع نقطه بلاط. تمام، طب انا بستخدم الانسترومنت دي في ايه؟ انا بستخدم الانسترومنت دي في حالات الجينجيفال انلارجمنت. ثلاثه انسترومنت اللي هم سبيسيفيك في البريو اللي انا هتكلم عليهم دلوقتي دول انا بستخدمهم في البرودونتال انلارجمنت تريتمنت والبرودونتال انلارجمنت في حالات الجينجيفوكتومي والجينجيفوبلاستي. تمام، الناس اللي عندهم اللثه بتاعتهم متضخمه ونازله لي على الكراون ومغطياها، محتاج ان انا اشيلها، فبشيلها بجراحه معينه.
ممكن استخدم المشرط عادي خالص واستخدمها، او ممكن استخدم الكيت بتاع الانسترومنت البسيطه. البوكت ماركر ببدا ادخله زي ما قلت من شويه عند زي التويزر، الجزء البسيط او الجزء ده ببدا ادخله زي البرودونتال بروب لغايه لما يوصل للدبس بتاع البوكت بتاعي، بمجرد ما انا قفلته ببدا اعلم يعلمني الدبس بتاع البوكت بتاعي، وببدا استخدم اثنين نايفز سكنتين. النايف الاولانيه هي اسمها كيركلاند نايف، والنايف الثانيه اسمها الاوربن نايف. يبقى النايف الاولانيه اسمها كيركلاند نايف، والنايف الثانيه اسمها الاوربن نايف. الكيركلاند نايف بتبقى ادابتد على الجزء البقل واللينج والبطن، فبقطع في المنطقه الموجوده دي. الانتردنتال نايف بقدر اشيل بيها جزء البابيلا اللي موجود بالنسبه لي ده، بقدر اشيل فيها جزء البابيلا اللي موجود بالنسبه لي. يبقى عندي ثلاثه انسترومنت اساسيين او مهمين للبريو، هم عباره عن الكيركلاند نايف والبوكت ماركر والاربون نايف. ده شكل الابلكيشن بتاع البوكت ماركر، ده شكل الابلكيشن بتاع الكيركلاند نايف عشان البكل واللينجوال، وده شكل الابلكيشن بتاع الاربون نايف عشان انتر بروكسي. تمام. اخر انسترومنت هنتكلم عليها خاصه للبريو، من اسمها حتى اسمها البريو توم. تمام، اسمها البريو توم. البريو توم ده زي الاليفيتور اللي انا بستخدمه في الجراحه عشان اعمل بيه اكستراكشن، بس الاليفيتور رفيع قوي. تمام، الماتيريال هاي كواليتي جدا، زي ما انتم شايفين ممكن يبقى ستريت وممكن يبقى كيرفد. تمام، عشان اخد اكسسبيليتي بشكل معين. ده انا بستخدمه في حاله واحده، انا بستخدم البريو توم لو انا هعمل اكستراكشن لريمينينج روت واحط امبلانت اميديت امبلانت، يعني انا احط اميديت امبلانت في نفس الوقت. عيان جاي لي بجدر موجود في الاورال كافيتي عاوز يخلع الجدر ده ويحط مكانه امبلانت، الاداه اللي انا بستخدمها في الاكستراكشن هنا مش اليفيتور، بستخدم حاجه اسمها البريو توم. طب ليه بستخدمها؟ البريو توم ده ببساطه جدا، انا عندي روت وحواليا البوم بتاعي. تمام، البوم بتاعي بالشكل الموجود، عندي هنا البرودونتال ليجامنت بتاعتي. تمام، البريو توم عشان رفيع بيبدا يخش جوه البرودونتال ليجامنت سبيس، يقطع لي البرودونتال ليجامنت فالروت يطلع معايا. طب انا خدت ايه زياده عن الليفيتور؟ خدته ان هو ما بيعملش تروما للبون ده. طب انا محتاج البون ده دلوقتي، ده انا هعمل امبلانت حالا، فالمفروض ان انا ما اعملش تروما للبون ده بقدر المستطاع عشان ازود السكسس بتاع الامبلانت. يبقى البريو توم من ضمن الادوات اللي انا بستخدمها في اتروماتيك اكستراكشن لريمينينج روت عشان ابدا احط اميديت امبلانت. احنا كده تقريبا خلصنا المحاضره بتاعتنا. قبل ما انهي المحاضره بس، في عشان المحاضره الجايه هيبقى في كويز ان شاء الله تعالى. تمام، في الساعه الاولانيه. تمام، هيبقى ليه وقت معين وبعد كده هنكمل المحاضره بتاعتنا. الكويز ده هيتعمل على مايكروسوفت فورم. تمام، هبعت اللينك للليدر. تمام، وهيبقى كمان في الباركود بتاعه موجود في اول سلايد في المحاضره. تمام، هياخد وقت معين، هو عباره عن ام اس كيو، اسئله سهله جدا ما هي صعبه. تمام، هتتضمن المحاضره دي والمحاضره الاولى. تمام، هنجاوب عليه، ده من ضمن الحاجات الاساسيه، فرجاء الكل يبقى حاضر في المحاضره الجايه. تمام، دي نقطه. تاني، هيبقى في المحاضره الجايه كويز، الكويز ده هيبقى عباره عن ام اس كيو. تمام، هيتعمل على مايكروسوفت فورم. اوكي، اللينك هيتبعت للليدر، هيتفتح في وقت المحاضره اللينك. تمام، تاني حاجه هيبقى ليه وقت معين حوالي ثلث ساعه ان شاء الله تعالى، هما يبقوا عباره عن 10 اسئله. تمام، وهيبقى الباركود بتاع اللينك كمان في المحاضره. اوكي، شكرا جماعه جزيلا. كده ان شاء الله تعالى احنا خلصنا المحاضره بتاعتنا. اوكي، رجاء كل الناس تكون عملت اوكي تسجيل حضور في المحاضره وجاوبت على الاسئله اللي موجوده. اشوفكم على خير باذن الله تعالى، مع السلامه. حد عنده اي سؤال قبل ما نعمل ليه؟